مشاهدينا، انا واقف فيس تو فيس مع مسيو جورمية، مع ميشيل فرنيني، وشايف قدامه صراحه كذا صحن كرواسون. عم جرب قد ما في انا ما اتهور وروح على الكرواسونات دغري لانه ريحتهم منيحه. بس هلا بده يخبرنا اكيد ميشيل ليش في هالقد 4 صحون والفرق وهدول كلهم. كيفك اليوم ميشيل؟ كيفك ماشي الحال؟ كثير منيح، ميرسي. تمام. قديش مهم ميشيل نعرف يعني اليوم الكواليتي اوف فود اللي عم ناكله؟ صحيح، هذا هو الشيء الاساسي، وبهم بهالفكره نحكي عن كل شيء بناكله كل يوم متعودين له، وشيء مثل الكرواسون اللي بنحبه كثير. سو رح نحكي اليوم عن الكرواسون، بكل شيء عن الاوريجين تبع الكرواسون. برايك مين اخترع الكرواسون؟ هلا انا تكنيكلي اذا بدي احكي دغري بنقول فرنسويه. اوكي، هون الفرنسويه شاطرين بالماركتينج، صار كل شيء ينعمل بالعالم كله صار فرنسوي. فعلا الكرواسون عملوه النمسا لما حاربوا وربحوا ضد العثمان. سو الكرواسون هو الاوريجين تبعه هي نمساويه، ولكن الفرنسويه قدروا يطوروه، اليوم صار برودكت معروف بالعالم كله. لما نقول كفرنسي الفرنش برودكت مزبوط، اطيب كرواسون اليوم اللي موزعينه بالعالم كله عم بيعوا بالعالم كله هو الكرواسون الفرنسي، اللي هو فعلا اطيب كرواسون. بس ما ننسى النمسا، الاوريجين دائما الاساس، اوريجين هذا الشيء كثير مهم. نسبة للكرواسون في عنا اثنين مين اوريجين للكرواسون، في عنا الكرواسون الاندستريال، في عنا الكرواسون الارتيزانال. كارتيزانال بنعني اللي بيكون معمول ببيكري، اما بنقدر نعمله كمان بالبيت. بالاندستريال عنا اللي بنعمل على بيج سكيل، بيكون باكت كل كرواسون لوحده وعنده فيري لونج شيلف لايف، يعني اوقات 6 أشهر واكثر. صرنا نشوفه بالسوبر ماركت بتفوت بتاخذ بورقه، وهذا الشيء اللي انا اليوم لفت لي نظر عليه، وهذا شغله كثير مهمه للمشاهدين ليعرفوا. تفضل. هذه هي في اول واحد، وهذا اللي معمول باندستريز كثير كبيره، وبعدين بنلاقيه بالسوبر ماركت اكيد بيتصدروا، بنلاقي هون كرواسون معمول بالصين اما بتركيا اما بايطاليا اما بغير بلاد. في الاندستريال تاني كاتيجوري اللي هي اكيد على مستوى افضل، اللي هو كرواسون بيكون كمان معمول باندستري كثير كبيره، بس بنعمل بالتراديشنال ميثود حتى اذا بيعمل، وهالكرواسون بعدين بيجلدوه، اما بيكون بعده طازه وبيجلدوه، اما بيعملوا له اول بري كوكينج وبيجلدوه. سو بعدين هذا الكرواسون بينبيع مش بالسوبر ماركت، بينبيع لا سوبر ماركت، اما بينبيع لا مطاعم، اما بينبيع لا فرانشايزي، هاد بعدين بيرجع بيحطوه بالفرن وبيبيعوه كفريش كرواسون للزبائن. بس قد بتفرق الطعم اليوم كثير عم تفرق، يعني خاصه الكونيسور يلي عم بياكل رح يعرف دغري، بس الناس العاديه بركي مش حتحس في فرق، رح تقول هي طعمتها هيك وهي طعمتها هيك. صحيح، ما نحن هون اذا بدك بمسيو جورمي الفكره انه نجرب نفسر شوي اكثر شو بيميز كرواسون من كرواسون ثاني. هون اهميتها اكيد. فيمكن هلا اذا بنشوف في عندنا كليب رح نشوف هالكليب، رح نشوف هيك بس جزء من البروسيس كيف بيصنعوا الكرواسون، مشان نفهم شيء اساسي بالكرواسون شو بيميز كرواسون من كرواسون ثاني. نحن هون بنشوف بالكليب انه في عندنا لاير، عملنا العجينه هون، اعتبرنا عملنا العجينه، على العجينه بيتحط لها لاير زبده، فوقها في لاير ثاني عجين بينطووا هون، عم ينحطوا بمكنه مثل الرولو اللي هي بتملسهم، ونرجع نطويهم هيك عده مرات، فالثلاثه لاير بيصيروا بعدين بيصيروا 6، بيصيروا 12، بنقدر نطلع على 96 لاير، بعدين بنقصهم كتريانجل مثل ما شايفين، بنلفهم بهالطريقه هيدي، عاده متعجن شوي منشان يصير ياخذوا الشيب تبع الكرواسون، بس بيقدروا يضموا كمان جلسين، يوم بالاندستري بفضلوا يخلون جلسين منشان ياخذوا اقل سبيس اكيد، بنحط لهم شويه صفار بيض، بنريحهم بساعتين تقريبا على حراره معينه، بعدين بنعمل لهم البيكينج بالفرن على كمان شيء 15 اما 20 دقيقه. هالطريقه هيدي هي اللي بتعطينا الكرواسون يكون بالبيت او يكون بالبيكري، هيدي هي الطريقه المضبوطه تبع الكرواسون. هلا شو بيميز كرواسون من الثاني؟ بكل شيء اكيد الانجريدينتس، الحليب اللي موجود اللي هو باودر اما فريش، الزبده شيء اساسيه، يعني شيء اساسي في كثير كمان بالبروسيس بالاندستريال بروسيس اوقات كثير الزبده حتى مش مبينه. سو هيدا بيخلينا يكون عندنا كرواسون طيب اما كرواسون اطيب. سو هون قدامنا في عندنا عده كرواسون، نبلش من الشمالي، هون في عندنا كرواسون من هاللي باكت بالسوبر ماركت، هدول فيلد. هلا
اذا بنقرا ليسته الانجريدينتس اللي جوا يعني ما بعرف شيء. اذا باخذ انا اول صحن واخر صحن بشوف مثل عم بحكي عن تو ديفرنت ايتمز، ما خصهم يعني بعض. ما خصهم بعضهم ابدا بعضهم. ولا بال حتى بالريحه اذا بدك، ولا بمشي مشي باللون يعني فعلا يعني ما بعرف كيف نقدر نسميهم كرواسون. هدول ما عندهم شيء من الكرواسون، هدول مور كيكس عندهم هيك في شيء بشكلهم بيذكرنا الكرواسون. اكيد سعرهم كثير منيح، بس ليه سعرهم كثير منيح؟ لان ما فيهم زبده، ما فيهم فيهم كثير كونسرفاتيف. هالكونسرفاتيف في جزء منهم اللي كل شيء جاي من البالم اويل والصويا وكلهم انساتوريتد فات، وخاصه الاسيد فات ترانس اللي شيء كثير مضر، محطوط على الليبل لانه في منه. هدول اكيد عندهم سعر صغير. ليه سعر صغير؟ ليه؟ المانيبوليشن تبعهم كمان هينه، الانجريدينتس اكيد ما صرفوا كثير عليهم، المانيبوليشن هينه، يعني ما لازم يكونوا ولا براد ولا بشيء، يكونوا قاعدين بالكونتينر، بيضاينوا كثير وما في وضعهم ست شهور. بس بتعرف غريب نشوف ايتم بالاكل مقلد، يعني هذا فينا نقول عنه نسميه تقليد للكرواسون. اكيد هدول في لوبيز تبع الاندستري اللي ما في بيج انترست، في عم نحكي عن قديش اليوم المشكله اليوم اذا بدك قديش هذا الشيء مرتبط للمشاكل اذا بدك الصحيه بالعالم. صحيح، هذا الشيء كثير مهم. عملوا ستادي بسويسرا من 8 سنين، شافوا انه اذا بيقللوا نسبه الفات ترانس بسويسرا نسبه 20% بس، بيكون في تقريبا 9000 less hospitalization مثل cardiovascular problem بسويسرا. 9000 يعني شوفوا شو كلفتها نسبه. We are what we eat. هذا عن جد السينج هو 100% صحيح، لانه لما تاكل اشياء مش منيحه مش رح تاخذ غذاء ولا حتاثر على صحتك بطريقه كثير مؤذيه. 100%. نحن هون رح نقصه، هذا هو is filled. اوكي، رح نقصه بنشوف انه جوا، بنشوفه جوا. هلا جوا نسبه لنا يمكن ما يعني لنا كثير، بس كنا هلا بس رح نشوف نسبه للباقيين شو الفرق بين هيدا والفرق بين الباقيين. ما رح اعزمك تاكله بكل صراحه. هيدول كرواسون جايين من فيري فيموس ليبانيز بيكري، طلبت منهم اليوم الصبح قلت لهم اعطوني كرواسون مع زبده، قالوا لي ما عندنا كرواسون مع زبده. من شنو هدول اسمهم كرواسون ناتور، مش عارفين حتى انه بالكرواسون في زبده. أوكي. ما رح نقول اسم البيكري. هيدا الكرواسون اكيد ما عملوه اليوم الصبح. اوكي، بتحس هيك ستيف يعني كمان بقدر اقول انه مش كثير بعيد عن هيدا. اوكي، مش بعيد ابدا بالكولر شوي، بس بالكولر جاي افتح شوي، بس كمان الستركتشر تبعهم نفسها. و هيدا هدول الميني، هدول الكبار، هدول كمان بنسميهم كرواسون، بس هيدي اكيد جاي كمان فروزن ومسخنينه. هيدي صرت عم تطلع بالكواليتي هون. هون عم بطلع من الكواليتي، هون عم بوصل على كرواسون فيري فيموس بيكري، فورينر بيكري. هذا الكرواسون مجلد وجاي من برا. اوكي، عم نشوف انه لونه صار احلى بكثير، صار في عنده الوان، صار في شوي بتحس لما هون تصير بهالكاتيجوري بتحس في هيك مثل اتراكشن، في شهية، بتحس انه بدل شكلها كمان عليها. اكيد 100%، بس هون بنشوف انه ما في تقريبا فويتاج، يعني طري. اوكي، و يعني هذا الزبده اكيد في عنده ريحه زبده، سو هون الانجريدينتس لعنا فيهم ككواليتي، بس ما في تقريبا فويتاج مثل ما شفنا على الفيديو. مثل ما شفنا على الفيديو هون نوصل على فيموس ليبانيز بيكري، بس عندهم الشيف البيستري المزبوط. هون بنشوف انه عم نحكي عن كاتيجوري ثانيه، قبل كل شيء في كاراميليزاسيون معموله بالسكر، صارت توستد شوي. اوكي، هذا كرواسون غالي، بس هون في زبده، بعرف انه زبده كثير طيبه، صار في فويتاج حتى يعني ريحتها غير شيء، ريحتها بتجنن. لما نحن هون بنطلع شافه بيطلع في لايرز، بيطلعوا كل هاللايرز الغراء، هدول كلهم اللايرز بين الزبده والعجينه، قالن كلهم مثل ما شفنا بالبروسيس كيف متعجون. هيدي اكيد فيها كثير لايرز، وهيدي اكيد فيها هلا كل ما اروح انا لاطلب كرواسون بدي اقول له افتحها بدك لما لانه مسيو غورمي قال لي هيك، فانا مش لما بتاخذ كرواسون اهم شيء لما بتاخذ قطعه تكون يطلع لاير، يعني ما تطلع تبود اكزاكتلي، ما تطلع مثل الجاتو. هون كمان بتقدر تشم ريحتها، ايه ديفرنت كثير بشكل يعني صرنا غير شيء تاني. فهون المشاهدين هلا اذا يعني لازم تعرفوا انتم السمال تبعيتها غير شيء، كثير غنيه، بتحسوا هيك فيها مور انجريدينتس، فيها مور هيلثي انجريدينتس، مش بركي هيلثي بمعنى انه ما عم بحكي دايت ولا غير دايت، بس عم بحكي انه الكواليتي تبع كل البرودكتس الموجودين بقلبها
نايس برودكت 100%. هون في زبده هون ما في زبده، وبنشوف شكلهم اكيد في 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 فرق كثير كبير. وهذا الشيء نهار عم نوفر هلا، بس رح ندفع حقه، رح ندفع ثمنه غالي خاصه اذا ناكل منه كثير. اصلا الكرواسون ما لازم كمان ناكل منهم كثير حتى اذا احسن كواليتي. الكرواسون فيهم كثير فات، الكرواسون فيهم كثير شوغر. ما قلنا دايت ولا مش دايت، تريننج ولا مش تريننج، عم نحكي بالمجمل. مزبوط. فالكرواسون فيهم كثير فات، فيهم كثير شوغر، ما فيهم بروتيين، ما فيهم فيتامين. سو الكرواسون كثير لذيذين، ما لازم نكثر منهم. يعني انا بحب كثير الكرواسون، بس لازم ناكل كميه قليله، يعني من مش كل يوم. ولما ناكل الكرواسون بدل ما ناكل 3 كرواسون ب ما بعرف ب 750 ليره، لا خلينا ناكل كرواسون واحد مرتب ندفع حقه 2005، بس نعرف انه هي احسن زبده، زبده جاي من فرنسا، من ايطاليا، زبده المضبوطه، وما يكون في اهم شيء كل هالفات اللي هو جاي من الزيوت ومعمول باندستري اللي بيخلوه يكون طري. وبالاسف انا اول مثل ما قلت الكرواسون بركي في هاي ليفل اوف فات فيها، لانه طريقتها هيدي الريسبي تبعيتها هي هيك. ممكن الشخص يختارها ياكلها او ممكن ما ياكلها، بس للناس اللي بحبوا الكرواسون بياخذوا الصبح كرواسون وبياكلوا كرواسون بالقليله، لانه نكون عم ناخذ البرودكت بالطريقه الصحيحه تبعيته، بالطريقه الما بركي الناس بيعملوا سبور كثير بياكلوا كرواسون، بس لما نكون نعمل سبور كثير وناكل منتوجات هيك رح يكون عم ناثر على الصحه. صحيح. اهم شيء نعرف شو عم ناكل، نعرف نميز. هلا نحن اليوم بفتكر انه وضحنا بطريقه كثير واضحه انه هالكرواسون ما عنده ولا علاقه مع هالكرواسون، اثنين عندهم نفس الاسم، هذا جينيريتس كونفيوجن نسبه للمستهلك، ولكن هيدا كرواسون مزبوط، هيدا نوع جاتو ما بعرف كيف عاملينه، بعرف انه رخيص اندستريال. لما تقول اندستريال على الكلمه خلص صرت عم تحكي شيء ما لازم يتسمى، انا برايي الاكل اندستريال اللي نعطي له هيدا الفيتشر. بفرنسا 85% من الكرواسون اللي بيتباعوا بالبيكريز 85% هو عنده اندستريال اوريجين. اليوم جود اندستريال بيقدر يكون احسن من باد ارتيزانال. سو في الاندستريال بيقدر يكون منيح، يعني هيدا الكرواسون اللي هو اندستريال معمول بمعمل كثير كبير وجايبينه على لبنان اكيد احسن بكثير من هالكرواسون اللي معمول بلبنان ولكن معمول بباد انجريدينتس. سو كمان هون في طبقات. هلا هيدا احسن واحد، هيدا فريش ارتيزانال معمول فريشلي بيكت، هيدا بيجي مزبوط اندستريال بس بيجي احسن بكثير من غير ارتيزانال وانس. المهم انه نعرف شو عم ناكل كيف عم ناكل. هيدا اكيد هيدي التوعيه المهمه مسيو غورمي كثير مهم اللي عم تقوله. انا هيدا بينطبق على كل شيء ايتم بالفود ممكن نلاقيه اون ديلي بيسز. ثانك يو لفقرتك. انا هلا كمان رح اروح على الفقره الثانيه مشاهدينا. أنا مشاهدين اللي أحكون معكم بعد شوي بفقرة ميوزيكال.